العملية النوعية التي مست مختلف ولايات الوطن استغرقت مدة طويلة من أجل وضع حد لهذه الشبكة نهائيا. تبين أن كل الوثائق المكونة للملفات القاعدية هي مزورة، الملفات المتكونة من رخص سياقة، بطاقات تعريف وطنية، وبطاقات السير المؤقتة للمركبات. تحديد هوية جميع الأشخاص المتورطين في القضية من مختلف أنحاء الوطن، واسترجاع جميع الملفات المزورة والتأكد منها مع مختلف الإدارات أفضى إلى تورط 27 شخص، من بينهم 4 أشخاص يعملون بإدارات عمومية محلية، و17 شخص آخر أشخاص طبيعيين، من بينهم 10 أشخاص بقوا في حال فرار.